السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين في بلدية درعا بن خدة، وراح نوري لكم واحد المنطقة وين يمر وادي سر القرب من بلدية درعا بن خدة، والعدد الهائل من الجسور المتواجدة هناك. وهنا نبدأ نشوف في الجسر الأول. احنا رانا في الجسر اللي تبنى في الثمانينات، هذا الجسر اللي رانا فيه. ثم نشوف الجسر التال الآخر، وهو جسر القيطار تاع سلك الحديدية. هذا تبنى في 2000، انتهى الأشغال منه 2020. وهنا نشوف الجسر اللي يعود للحقبة الفرنسية، الحقبة الاستعمارية. إذا هنا رانا ديجا شفنا ثلاثة جسور، ونشوف الجسر الآخر في الأفق من هيه يعود إلى بداية 2000، سنة 2000. إذن هنا في المنطقة هذه برك عندنا أربع جسور، كل جسر يمثل حقبة تاريخية من تاريخ الجزائر. وهذا الجسر اللي يعود للحقبة الاستعمارية، جسر قديم واللي راه الآن غير مستعمل، لأنه راه يعني مهدم، جزء منه تهدم. والجسر هذا نشوفه يعني شكله جميل. والآن هذا هو الجسر الرابع الموجود على بعد حوالي 500 وإلى 1 كيلومتر، وهذا جسر آخر تبنى في بداية القرن 2000. إذن عنده حوالي 20 سنة الجسر. نشوفه. إذن هذه هي الجزائر، القارة الجزائرية، وهذا هما مشاريع القارة الجزائرية. أربع جسور في منطقة درعا بن خدة بولاية تيزي وزو. نشوفوا هذا الجسر يبدو كبير، وهذا قلنا جسر يعود إلى الحقبة الاستعمارية. وهنا هذه كل الجسور هي على، لانها جايه في، علاش كاين اربعه؟ لانها قريبه من مدينه درعا بن خدة اللي اصبحت مدينه كبيره هانيك، وكذلك الى حجب الواد نتاع يسر اللي مر من هنا. وهذا هو هنا الواد هنايا نشوفوه، وهذا اخر جسر بنية ويعود الى سانتين، وهو جسر القيطار السريع ما بين جزائر العاصمة ومدينة تيزي وزو. وهنا رانا فوق الجسر اللي تبنى في الثمانينات القرن الماضي. اكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.